بيوم من الأيام كان في شخصين كبار بالسن شياب. هالشخصين كانوا يتعالجون بإحدى المستشفيات، لأنه والعياذ بالله كان فيهم مرض خطير، وهالمرض أغلب اللي ينصابون فيه تكون أيامهم معدودة ويموتون، لكن البعض الله سبحانه يشافيهم ويقدرون ينجون منه. المهم هالشخصين كانوا الأطباء مانعينهم أن يتحركون من السرير، لكن واحد فيهم كانوا الأطباء سامحين له ساعة باليوم أنه يقدر يتحرك من سريره. والشيء الحلو أكثر عند هالشخص مو بس أنه عنده ساعة أنه يقدر يتحرك من سريره، لا أيضا أن سريره يطل على شنو؟ يطل على النافذة. طبعا هالشخصين كانوا موجودين بنفس الغرفة، لكن الشيء الغريب بالموضوع أن غالبية الوقت ما كانوا يشوفون بعض. شلون الحين موجودين بنفس الغرفة وغالبية الوقت ما يشوفون بعض؟ تدرون ليش؟ لأن كانت في ستارة تفصل بينهم، وبما أن الدكاترة كانوا مانعينهم أن يتحركون وكذي، فأغلب الأوقات ما كانوا يقدرون يشوفون بعض. فشنو كان يصير؟ كان أغلب الأوقات حاطين راسهم على المخدة ويطالعون السقف، فعشان لا يملون كانوا يقعدون يسولفون بينهم بين بعض عن قصصهم، عن أسرهم، عن الأشياء اللي صارت لهم مع أهاليهم وغيرها من الأشياء. ومثل ما قلت لكم في واحد منهم كان الدكاترة سامحين له ساعة باليوم أنه يقدر يتحرك شوي، فكان هذا الشخص كل يوم الساعة 3 العصر يوقف عند النافذة ويشوف شنو قاعد يصير برا. لكن بما أن المريض الثاني ما كان يقدر يتحرك والدكاترة مانعين أنه يتحرك، فما كان يقدر يشوف. فشنو كان يسوي المريض الأول؟ كان يقعد يشوف من النافذة شنو قاعد يصير، ويقعد يشرح حق المريض الثاني شنو قاعد يطالع وشنو قاعد يسوون الناس برا. طبعا المريض الثاني كان كل يوم ينطر بشوق ولهفة انه تصير الساعة 3 العصر عشان المريض الاول يقعد يقول له شنو قاعد يشوف وشنو قاعد يسوون الناس برا. فكان مرات يقول له انه في حديقة برا وفي اهالي يلعبون، في زهور ملونة، وفي ناس جايبين اهلهم وجايبين اكلهم وقاعد يستمتعون بهذه الاجواء. فكان المريض الثاني بما انه ما كان يقدر يشوف، فكان شي يسوي؟ يقعد يغمض عينه ويتخيل كل الاشياء اللي قاعد يقولها المريض الاول. ومرت الايام وكل يوم نفس السالفه، الساعه 3 العصر يقوم المريض الاول ويشوف من النافذه ويوصف حق صاحبه والمريض الثاني شنو قاعد يصير. طبعا يوميا على هالسالفه، يوم لحد لاثنين ثلاثه، طول الاسبوع يقول نفس السالفه يسويها. المهم بعد فترة ولا يجي يوم، المريض الثاني الحين ناطر الساعة 3، ناطر صديقه يقعد يقول له شنو قاعد يصير برا. يقول له فلان، ما يرد عليه. فلان هني استغرب، ومن عوايد صديقي انه ما يرد علي. هني قام وراح نادى الدكتور، جاي يقول له دكتور صديقي شنو زعلان علي؟ ليش ما يرد علي؟ قاعد انادي من الصبح. كان يقول له صديقك اليوم عطاك عمره وتوفى. وبعد ما عرف خبر وفاة صديقه هني حالته الصحية بدت تصير وايد سيئة. فقعدوا الأطباء أوقات طويلة عشان شوي شوي يردون حق صحته. فبعد مرور الأيام الحمد لله صحته شوي بدت تتحسن. فقعد وطلب من الدكتور، قال له دكتور أبيك تنقلني حق السرير اللي كان فيه صديقي اللي توفى يم النافذة. كان يقول له الدكتور خلاص أوكي اليوم إن شاء الله أنقلك. وفعلا قاموا وخذوا المريض هذا ونقلوه حق السرير اللي كان فيه صديقه اللي توفى. راح عند السرير هذا الحين ناطر يصير الساعة 3 العصر. ليش؟ عشان يبي يشوف من النافذة اللي كان صديقه يشوف منها ويقول له شنو قاعد يسوون الناس برا بالحديقة وغيرها. المهم نطر لما تصير الساعة 3 العصر. أول ما صارت الساعة 3 العصر ولا يقول يلا الحين بقعد أشوف شنو قاعد يشوفون وشنو قاعد يسوون الناس برا. أول ما قام وشاف من النافذة ولا الصدمة كانت إن اللي شافه جدار، يعني طوفة ما في شيء. كان هني يعصب، كان ينادي الدكتور دكتور دكتور.
كان يجي الدكتور كان يقول له ايش فيك؟ كان يقول ليش تكذبون علي؟ هذا قايل لكم انقلوني على السرير اللي كان فيه صديقي. كان يقول له هذا السرير اللي كان فيه صديقي. كان يقول لا مو هذا. كان يقول السرير اللي كان فيه صديقي كان كل يوم يطل على حديقة وكان فيه هالي يلعبون وغيره. هني الدكتور عرف شنو السالفة. هني الدكتور أول شيء كان مستغرب، بعدين كان يقول له واضح إن صديقك مو بس يعزك، صديقك يحبك بشكل ما تصوره. تدري ليش؟ لأن صديقك بالأساس أصلاً أعمى ما يشوف. فالظاهر كان يقول لك هذا الكلام عشان ينسيك ألم المرض، ينسيك المصير اللي ممكن يصير لك في الأيام القادمة. Thank you.